تغييرات الموسم الثاني والحدث والتعديلات اللي عملوها للأسلحة. إضافة جمالية ما بعرف إذا بتهم حدا، بس هلأ حاليا بتقدر تعمل إنسبكت لأسلحة فانغارد، أو يعني إنك تشوفها. وهذا هو جدول الأنماط لحديث 21/4. من الشغلات الجديدة اللي ضافوها ديبلويبل باي ستيشن. الباي ستيشن أو منطقة الشراء صرت تقدر تلوتها من الأرض كلوت ليجندري، وبعديها بتقدر تستخدمها زي أي باي ستيشن ثاني. صرت تقدر ترمي قناع الغاز على الأرض عشان ياخذوا غيرك. الأرمور ساتشل أو حملة دروع صرت تقدر تشوف كم فيها دروع، وبتقدر إنك أنت تلوت منها دروع. بعد ما يصير لك داون وأنت بتعمل ريفايف راح تقدر تختار الشكل اللي راح تقوم له، مثلا برون يعني نايم على الارض، او انك قاعد، او انك واقف. حدث العتاد الثقيل او الهيفي ويبن دروب صار مضمون فيه بانك تلوت يو اي في وليجندري لوت. في حدث التخفيضات او الفاير سيل قللوا تخفيض اليو اي في من 80% ل 50%. ضافوا محطه جديده باسم محطه التبديل، راح احاول اختصر لك اياها. ومن اسمها هي عمليه تبديل للسلاح اللي بيكون معك، وحسب ندرته راح تعطيك شغله من قائمه اللي شاركتك اياها. وصرت تقدر تفتح باي ستيشن عند ابراج الاتصال مقابل 1500 دولار، ووزعوا اسلحه المخطوطات في اماكن مختلفه في الجزيره، وجابوا لنا البنكرات من كالديرا لهون. والحدث اللي هو ريبير 3 انفورس. والشيء الجديد في هذا حدث انه فيه تحدي لمجتمع كود لاعبين ريبير، 20 بليون قتله وراح تفتح محطات تبديل الاسلحه، 190 مليون تبديل سلاح وراح تفتح ابراج الاتصالات، 130 مليون لود اوت يتم شراهم عشان يفتح حدث الشاحن المدرعه، 40 تريليون في نمط بلاد ماني عشان يفتح البنكر الذهبي. صحيح سمعتوا صح، ضافوا نمط بلاد ماني لريبيرث، وضافوا كمان نمط ثاني باسم ريبيرث بايلود، وهي 12 ضد 12 وبايلود 1. وريبيرث ريسيرجنس سولوز، في ريسيرجنس بعد ما تموت راح يوحدوا نوع السلاح اللي بتنزل فيه في كل دائره، وراح يكون واحد من فانغارد او كولد وور او مودرن وورفير، وراح يبداوا بعمليه الدمج ما بين الباتل رويال العاديه والباتل رويال تبعت فانغارد. في خريطه ريبيرث عملوا تغييرات على الالوان والاضاءه تبعتها، وجابوا من فانغارد بالونات التنقل، وعملوا تغييرات على منطقه السجن اللي هي الجولاك في المنتصف. منطقه سيكوريتي صارت سترونج هولد، منطقه الشاطئ صارت المرفأ او الميناء، تغيير مفيد لساحه السجناء. وصلت سفينه ثانيه عند مصنع نوفا 6. وتخيل لسه ما حكينا عن تعديلات الاسلحه والاضافات تبعتها، هلا راح احكي لك عنهم. راح يضيفوا الاس ام جي اللي هو الارماغورا 43 من فانغارد، فارغو 52 ضعفوا، فولك شتيرم جافير غيروا طريقه ارتداده، حسنوا الجي 34 الام 1 جراند والاس في تي 40. ولانهم رفعوا الدم من 100 ل 150 قرروا انهم يحسنوا الاسلحه اليدويه بانه يخلوها تعمل فينيشنج موف على الضربه الثانيه. ليه؟ كل شوت جنات فانغارد زادوا ضررها ب 10%، والاين هورن زادوا عدد طلقاته من 5 ل 6. وتوقع تموت كثير بنو سكوب يعني بدون تعيين، لانه الام اس اس شغلوها للثري لاين رايفل والتايب 99 بدون ما تحتاج انك تعين. الستن حسنوه والويل جن ضعفوه، الطلق المجوف او الهولو بوينت ضعفوا المدى تبعه ب 20%، والماسوره بالنسبه لبعض الاسلحه غيروا الكاميرا، وفي بعضهم ضعفوها وفي بعضهم حسنوها. ضعفوا السيطره على الدي بي باستخدام ميزه الهارد سكوب. جوابا لسؤالكم المعتاد، كم حجم التحديث؟ بلاي ستيشن 4 و5 8.9، اكس بوكس 9، بي سي 7.1 و12.4. وبهيك بكون حكيت لك عن